الجهاز التناسلي الذكري. الهدف دراسة الهيكل والوظائف التفصيلية للجهاز التناسلي الذكري. الذكري من نوع خاص ومصمم بشكل خاص لإنتاج وتغذية ونقل الحيوانات المنوية. تشمل الأعضاء التناسلية للذكور الخصيتين ونظام القناة الذي يتكون من البربخ والأوعية الناقلة والغدد الملحقة والتي تشمل الحويصلات المنوية وغدة البروستاتا، وهذه الغدد تفتح إلى مجرى البول والذي يؤدي إلى القضيب، والخصية تكون بيضاوية الشكل وهي أيضا جزء من نظام الغدد الصماء لأنها تنتج التستوستيرون والذي يكون هرمون الذكورة. بالإضافة إلى الخصيتين هناك البربخ والأوعية الناقلة والتي تكون نظام قناة الأعضاء التناسلية للذكر، وهذا البربخ يجهز من أنابيب ملفوفة تتصل بالأوعية الناقلة، والأوعية الناقلة هي الأنبوب العضلي الذي يمر لأعلى بطول الخصيتين وينقل سائلا يحتوي على الحيوانات المنوية يسمى المني. يعلق البربخ والخصيتين في هيكل يشبه الغصن خارج الحوض يسمى كيس الصفن. والغدد الملحقة والتي تشمل الحويصلات المنوية وغدة البروستاتا توفر السوائل التي تشحم نظام القنوات وتغذي الحيوان المنوي. وتكون الحويصلات المنوية هياكل تشبه الأكياس ملحقة بالأوعية الناقلة بجانب المثانة وغدة البروستاتا، والتي تنتج بعض أجزاء الحيوان المنوي تحيط بقناة القذف عند قاعدة مجرى البول أسفل المثانة. ومجرى البول الذي يسمى الإحليل هو القناة التي تحمل المني إلى خارج الجسم من خلال القضيب. والإحليل هو جزء أيضاً من الجهاز البولي لأنه هو القناة التي من خلالها يمر البول. ويتكون القضيب من جزئين، الرمح وهو الجزء الأساسي من القضيب والحشفة في المقدمة، وفي بعض الأحيان تسمى الرأس. وفي داخل القضيب يتكون من نسيج إسفنجي، وفي نهاية الحشفة هناك فتحة صغيرة يخرج منها المني والبول من الجسم. وظيفة الجهاز التناسلي، إذا نظرنا إلى الخصية نلاحظ أنها تتكون من العديد من الأنابيب المنوية الملفوفة، والقطاع من هذا الأنبوب يوضح وجود خلايا نطفية، وهذه الخلايا تعدل إلى حيوانات منوية على شكل مغزل، وفي النهاية تحول إلى حيوانات منوية على شكل مستقيم. وكل حيوان منوي له رأس وذيل قصير، وبعد ذلك تتحرك الحيوانات المنوية إلى الأوعية الناقلة أو قناة الحيوانات المنوية. والحويصلات المنوية وغدة البروستاتا تنتج سائلا يسمى السائل المنوي، يختلط بالحيوانات المنوية لتكوين المني.